9 سبتمبر 1984، ولادة بغداد، ولادة منشأت في بغداد، لعبة أفضل الأندية العراقية الموجودة بالعراق، لعبت اللقب الجوية، ولعبت إلى الزوراء إلى الشرطة، وإضافة أنها لعبت مع الشرطة الفريق الأول، من درجة إلى كل المنتخبات الوطنية، منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب أولمبي، منتخب وطني، منه تحولت إلى المنتخب الوطني، وبعدها احترفت في الدوري السعودي مع الناس. والله أكيد إن كانت أيام جميلة، يعني تعرف إن كل شخص عنده يحتفل بذكرى جميلة إنه في الطفولة، أكيد كانت أيام جميلة، لكن الأجمل إني اللي كنت أحلم فيه إنه أتحقق، يعني من أنا كنت صغير كنت أحلم إنه أكون لاعب كرة قدم، صرت لاعب كرة قدم الحمد لله، لكن الطموح ما وقف، كنت أتمنى إنه ألعب في أفضل الدوريات. الحمد لله لعبت، وبالحلم كان انه العب في افضل الدوريات الاوروبيه، الحمد لله اني لعبت في افضل الدوريات الاوروبيه، دوري هون دوري قوي ودوري كبير، ولذلك من افضل الانديه الموجوده في هولندا اللي هو سيتي، انا فخور جدا اني العب في هذا النادي، فخور انه الناس رحبت في من اخواننا العراقيين، حتى من زملائي والاصدقاء، حتى من الناس الهولنديين اللي رحبوا بي كشخص انه كلاعب في منتخب العراق او كلاعب في وسط. الصراحة انا فخور جدا الناس ومن محبي اف سي تمنتين ومن محبي منتخب العراق ومن محبي انشطة كمان، مثل بلاعب كبير مثل ديفيد بيكهام، ديفيد بيكهام لاعب كبير ولاعب يستحق الجميع اللي حصل عليها، فأنا فخور جدا اني مثل هذا، فأتمنى انه اكون اتحسن بين الجميع كلهم، واثبت قدراتي كلاعب كرة قدم، قدرات كلاعبين عراقيين انه يكونوا موجودين في افضل الدورات الاوروبية. لا الخوف ما موجود الحمد لله، الخوف اذا كان في خوف ما اعتقد انه انا اكون موجود في هولندا، يعني الخوف ما موجود، لكنه متى ما كان الحرص، فأعتقد إذا كنت حريص راح تعطي أكثر للنادي اللي تلعب فيه، وإخلاص، فأكيد الحمد لله إنه الإخلاص موجود والحرص موجود إنه نقدم شيء لهذا النادي، ونكون أتحسن ظنهم إنه الناس فقط في أنا في قدراتي كلاعب، وقدرت إنه بعد مشوار طويل إنه انتصارات كثيرة ومباحثات كثيرة إنه أكون موجود، الحمد لله إنه تمت الأمور كلها على خير. فضل جهد، يعني جهد مدير اعمالي بهروز والناس اللي مسؤولين فيها النادي، وحتى انا اشكر المدرب الكبير انه قدر انه يقيم نشأته ويتكلم عن نشأته كلام جميل، هذه شهادة اعتز بها، وانا فخور جدا انه اشتغل مع مدرب كبير في عالم مثل ستيفن كوين، حتى ما فخور جدا انه كان موجود في هذا النادي.